عودة لكم مشاهدينا الأعزاء. مثل ما مساعد تكلمت أنا وأختي افتخار أن صار في المجتمع عندنا ناس يسمونهم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاهير أو الناجحين، اختلفت المسميات لكن احنا اتفقنا على أن شغلة واحدة، هذول الناس إذا أخذوا دورهم بمسؤولية عالية وبدوا ينقلون فيها أفكار إيجابية، بدوا يسوون مشاريع خيرية، بدوا يستقلون حتى لو كان في دعايات تنقل منتجات صالحة وجيدة للمجتمع وتخلي الناس يعرفون أشياء ممكن تكون بعيدة عنهم، هذا شيء يكون جميل والمجتمع محتاجه، وخاصة أن هذا تطور بدأ تطور فيه العالم كله، فهذا جزء من تطور المجتمع الكويتي. وعشان أتعرف على الموضوع أكثر خلونا نرحب بصديقي وأخوي وزميلي واللي كان ناوي علي من قبل الحلقة عبودك، يعطيك العافية. يا هلا والله عزيزي، سعد شلونك، شخبارك؟ خير يسلمك، نورك طال عمرك، حياك الله، مساك الله بالخير عبودك. يعني أنا من الصبح متسمين ما شاء الله من الصبح المسجات تستهل علي، اليوم عبودك عبودك. إنزين أوكي بنشوف عبودك. أنا هنيك على النجاح اللي وصلت له، وهنيك نقول أكثر على الجانب الإنساني اللي أنا شفته من خلال سناباتك أو من خلال إنستغرامك. بداية شلون وصلت حق هذا النجاح؟ أول شيء ساعدتك ما أطلع هيك ما أقدر. الحمد لله على قولتهم أول شيء محبة من الله. والواحد يعمل بصلة. النجاح ما بيقول لك أنا شلون نجحت، النجاح يعمل عن طريق الجمهور. إن أنا قاعد أصور شغلات يومياتي، قاعد أحاول إني أبدع، قاعد أحاول إني أوري الناس إن الشغلات الخيرية، المبادرات الإنسانية، يمكن هالشغلات هذه ما تعلموها، يمكن سقطت سهوا عند بعض أولياء الأمور. فنحاول إحنا نعدل هالشغلات بأسلوب شبابي، يمكن ترى التينيجرز على قولتهم ما يسمعون من أهلهم، لكن خري فيه جاي يقول يسوي. صحيح. يسوي. صح. ودليلك إن بعض الناس أو الأبهات يدق على رفيجه يقول له، أو لما يقعد وياكم دوانية يكلموا. صح. ما أنت أبوه ليش ما تكلمه؟ صح. لكن يسمع من ربعه، فأنا أحاول أكون قريب وأوصل له إن هذه الشغلة غلط وهذه الشغلة صح، لكن بطريقتي، والحمد لله. الحمد لله، الله يوفقك. الحمد لله رب العالمين. عبودك يعني مسمى هذا شلون طرب بالك؟ هل كان مسمى من أول كان أظنك في العائلة؟ والله من زمان. والله أنا قبل إيه؟ ألعب بالسكة كرة. أي نعم. فمن كثر ما كنت حرفنتي إيه؟ رونالدو ما رونالدو أيام روبرتو كارلوس. أوكي. فسميت روحي أنا أساس بلعب برا. عبودك علشان يعني إن... أحسن واحد يشوف فينجر بوز أنا. طيب عبودك نقول أنت الحين قمت تتأثر بالشباب، ومثل ما قلت نقول الشباب المراهقين، فأنت إن شاء الله تكون مثال جيد لأنك قدوة. أبي عبودك إيش كثر أثرت فيه أيضا السوشيال ميديا؟ إيش كثر غيرت في شخصيتك؟ شكلك يعني وملامحك كنت مشاغب شوي. نعم. يعني لو نسأل والدة يمكن أذيتها، بس أكيد السوشيال ميديا والمسؤولية اللي وقعت عليك. نعم. أكيد غيرت من شخصيتك. إيش كثر غيرت من شخصيتك؟ يعني كنت قاعد بينك وبين نفسك أنا كنت كذي وصرت كذي. خلنا أتكلم بنقطة بس. نعم. الواحد ما يبدع بشغلة لما يحبها. نعم. يعني مثال الحين مساعد بداية حلقة شنو قال؟ أخوي ورفيجي وحبيب. حبيبي لا. قولي ليش؟ ليش؟ أنا وياه يني وعطبة. ما نتوالم ولا بشيء. ليش؟ هو خطه غير. وأنا خطي غير. لكن مو معناته إني أكرهها. صحيح. نعم صح. كل لقاء يقول لي أنت ما تعرف تلبس. مات المذيعين أعرفها ترى. فأنا من يعني عذبة وكثان أنا ما أعرف ألبس. أنت عفوي. صدق عفوي يعني شنو اللي قدامي؟ البس وطلع. نعم. يعني ترى الحين انا شفتي اللي لابسه الحين انا الحين انا ما اشوف احد بعيد ترى انا اكشخ شيء بالعالم. ويمكن هذا اللي قاعد تقول انه مرات حتى الاختلاف ما يمنع الناس انها تحترم بعض وافكارها. صحيح. ويمكن هذا اللي تكلم عنه فهد، انه هذا الحس بالمسؤوليه، انه ممكن انت تكون مختلف عن ناس مختلفين او غيرك اللي قاعد تكلمهم، لكن نفس الوقت قاعد يحسون بالمسؤوليه اللي تحس فيها. زين هذه المسؤوليه الضخمه، حست مثل ما قالت فهد انه غيرت فيك شيء؟ يعني كان عندك قناعات. نعم. قبل تغيرت في البدايه وقلت هذا كذا الغاله. كيفي اكاونتي كيف انا مسوي، مو صدق انت اللي مسوي، ايش تبون اضايفين انتم؟ احنا داشين بيتك. ايه. فانا لما شفت ان الوضع لا قاعد يزيد عن حده. نعم. ماكو انسان معصوم على الغلط. نعم. قبل اقول مو شغلك تخليني قدوه. لا، في شغلات قمت احط لها خط احمر. تحملت مسؤوليه اكثر. اي
كنت اشوف ان انا قاعد اثر حق شغلات ناس قاعد تروح بسبتي. اوكي. ناس قامت تدخن بسبتي. شيء ناس قامت ايام قبل يعني تسوي حركات بالسيارات شيء بسبتي. اوكي. قاموا لا طق بريك. نعم. شوف شنو الصح شنو الغلط وراك جيل كامل. بالفعل يعني السوشيال ميديا غيرت في شخصيتك عبودك. نعم. وبالتالي انت ايضا نقلت هذه الايجابيه حق الجمهور. انا مثل ما قلت قبل شوي ان ما شاء الله لك مشاركات وايد وايد. نبي بما نتونا نقول رمضان ودعنا عسى الله يعود عليك وعلى الأهل وعلينا جميعا بالخير. آمين. تقبل منا ومنك. شنو سالفة العربة؟ العربة؟ العربانة؟ العربانة العربة العربانة بيضغطني العربانة. العربانة كنت مسويها أنا من السنة اللي طافت. نعم. بس ما كان في هذاك التفاعل ما كان في هذاك الترتيب. نعم. فالسنة اللي طافت شفت شنو الشغلات الغلط اللي صارت وحاولت أصلحها هالسنة وضبطت بطريقة تخرع. صدنا فيها غلطات وثغرات خفيفة لكن يعني على السنة اللي وراها أتوقع راح أسوي شيء يخرع. أنا شوف فكرتها بسيطة. نعم. لكن لو تشوف أثرها الإيجابي وتشوف أثرها الإنساني. شنو كانت فكرتها؟ فكرتها إن أنا خذيت عربانة ودزيت في سناب شات قلت أي واحد عنده أكل زايد ببيتهم سواء عيش عدس شكر كل المواد اللي يحطها بالعربانة. وسويت تحدي بين المناطق. ما بي أحد يجي بيتنا. تحدي بين المناطق مرة مشنف مرة العدلية مرة بيان مرة سلوى مرة الجهرة مرة إيه. فكل واحد يدله منطقته أحطها بمكان فلاني يوم واحد. أرجع ألقاها فل ومتفق مع ناس بمناطق عيون يفضونها عند المحتاجين. بداية رمضان كانت العربانة تفول نص لنهاية رمضان لو أخليها بأي مكان انحفظت العربانة شكلها لو أمشي فيها بالشارع بالإشارة الناس يكون ما شاء الله لا إله إلا الله. إيه. حلو 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 التفاعل. إيه. وبعدين شنو سويت قلت حق الشباب أي واحد بدأ الفرارة بالشوارع أي واحد عنده وانيت يحمل ويروح. حلو. بيتنا صار ماكدونالدز. طيب في يعني جهات نقول خاصة أو حكومية كانت تدعمك ولا كل مجهودكم أنت كل مجهودي كشباب والله. كويتي بس يتني شركات بس بنهاية رمضان وبيني وبينكم جت عن طريقة إعلانية يعني إعلانها. يعني فهمتوا؟ أوكي. فأنا كذي قلت أنا ماشي فيكم وبلياكم تو ختيني فما أحتاج يعني. ممكن السنة القادمة ممكن عشان يكون انتشار أوسع زين. خلنا من موضوع العربة شنو موضوع الجنطة؟ الجنطة هذا توه إيه شنو؟ هذه شركة أين دعمتني وكلنا يعني اشتغلنا فيها أين نوفر جنطة نعم حق المدرسة أين فيها كشاكيل أغلام كوركتر مسطرة منقلة مقلقة كله 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 مطارة كله داخل جنطة وتروح حقهم طلبة العلم اللي ما عندهم اللي ما عنده وشغلات حلوة يعني اللي محتاج أو اللي مو قادر حتى الحريم الحين يدشون علي مثلا دايركت انستغرام حاط تليفون خدامتنا أنا أوكي بالبيت ما أكون بالبيت أنا خدامة تطلع قالوا كم جنطة يا ماما 10 15 هم يروحون عاد الحريم ادرى بهالسوالف ترى نعم اكيد وادرى داخل البيوت شنو يصير صح صح احنا ما ندري يعني هذه الاليه عندك حق توزيع الجنطه عبودك نعم. انه يوكل البيت وياخذ الجنطه ويوزعون مو المحتاجين يجون لا الناس اللي يدرون المكان المحتاجين وين مو اي احد نعم اللي مثلا رفيجات الوالده رفيجات خواتي نعم يعني طيب في لجان تطوعيه يعني ما حاولت انت بعد توصل هذه أوكي. الفكره لهم عن طريقهم يكون شيء صحيح وأم على دراية أكثر بالأسر نعم. المتعففة والمحتاجة اللجنة الخيرية راح أشيل جناطة أنا أوديها وين اللجنة الخيرية وهي توزعها على نعم لكن أنا ودي أوري الناس إن لما الناس تجمع تشتغل إن الناس هي من نفسها يعني أنت تقدرين عندك هدوم زايدة قطين اللجنة الخيرية صحيح. تخيلي أنت تروحين البيت وتطقي الباب الأجر لو ما حد يشوفك ترى طبعا الاجر اكثر انت تدرين ان هذه محتاجه ترى يبقى اثر داخلك ان شاء الله هذه النيه تكون صادقه وتوصل يا عبد كاينام زين في شغله ثانيه بعد اللي هي سفره سوريا شنو أيوة. تفاصيل سفره سوريا شلون طرت عليك شلون صارت كانت مجازفه بيني وبينك اي نعم كان في شخص يتصل علي دائما تقريبا من سنتين مو سنتين أوكي. من سنه ونص تقريبا دائما يدق الو السلام عليكم عبد الله احنا نبيك تروح معنا الإغاثة نعم الأردن سوريا أقول له زين دق عن طريق الشركة لأن الشركة شوي يدرون هذا منه
يدق على التليفون الخاص. إيه. وأنا ما أقول يلا دقت المرة ثانية، لا إن شاء الله. إن شاء الله. وش فطلة إن شاء الله وش فطلة. لين صار رمضان يقول لي يلا، قلت هذا دام كذي يلا يلا. أوكي. نفس اليوم دق علي الصبح، وصلت المطار مطار الكويت، كان أقول أنا وصلت، يقول لي إيه إحنا بالأردن ننطلق تعال. قلت شنو؟ مو يعني أروح وياكم من هنا؟ يقول لا تعال بروحك، تلقى ناس ينطرونك. أوكي. تبي الصراحة ترى الوضع يعني إيه صح كي. مو مضبوط. نعم. وصلت مطار الأردن، خذوني ناس ما أعرفهم، وبهالجبال من مكلم وأنا قاعد وياهم ولا أدري وين الله قاطني، أول مرة أطب الأردن. أوكي. وصلت بطلت باب ولا الشباب، والله بس قلت السلام عليكم شوكم شباب، طاحت ميانا خلاص، حسيت أني تعرفهم من زمان. ورحنا وردينا والمخيمات واللاجئين والإغاثة، يعني ساعة يعني ما شاء الله ما شاء الله، أنا ما توقعت المبلغ هذا. يوم واحد أنا رحت 19,000 دينار كويتي يوم واحد، فما بالك الأيام. نعم. الناس شنو قاعد تدفع؟ طبعا أنا 19,000 دينار أنا ما دفعت ولا دينار ترى. إيه فاهم فاهم. واللي استانست زيادة كلمت كل مشاهير السناب شات، قلت أعطوني سناباتكم أصور فيها عشان الناس تتبرع. تخيل أنه ما حد ردني، ما أدري ليش، يمكن أنا منو تبي من غير ذكر سامي كلهم. نعم نعم. والناس شافوا هي هي بذرة الخير موجودة فيها الديرة يا عبودك. طيب مثل ما قلت السوشيال ميديا مش يعني فيها وايد مشاهير، لكن نقول نسبة السوشيال ميديا فلان مع فلان فلانة مع فلانة، عبودك إذا ياك عرض إعلاني مقابل نقول مبلغ من المال، مدى مصداقيتك؟ على حسب يعني مطعم مطعم يعني أي شيء، يعني تقدم شيء إذا أنت مو مقتنع فيه. إذا مو مقتنع فيه؟ إذا مو مقتنع فيه أنا تبون الصج أنا صارف كاش، إذا المبلغ يسوى، إذا مطعم يمكن ما يعجبني بس يعجب ناس وايد. أيوة. وناس ومطاعم وايد ضاربة الحين ما تعجبني ولا أقدر أكل لقمة. أيوة. فلو يجيني راعي مطعم يقول لي هاك المبلغ الفلاني ويسوى يكون أسوي له دعاية. يعني اختلاف الأذواق. لكن ما أيوة. ما حلوة لكن حلوة. ما أبدي رأيي بالأكل. إلا إذا كنت حابة. أيوة. شوف يمكن موضوع الأكل مختلف شوي، خاصة أنت مساء يمكن قلت أنت نقطة حلوة، قلت إن يمكن قبل كنت تدخن، في ناس تابعونك بدأوا يدخنون، هذا اللي بيرجعني مرة ثانية لسؤال ثاني، ممكن أنت تقبل منتج يكون فيه ضرر على الناس لا. بس لأنه مبلغ؟ لا 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 لا، يعني بعد وأنا رديته وما مو حتى لو مو مضر، لو مو مجالي. أوكي. برمضان صارت فيني. إيه. سويت شيء يعني ما بيقول خيري. إيه. والله هو خيري بس الواحد ما يسولف يعني. نعم. سويت تدرون أنت كم دعيتي أنا؟ سويتها ب 250 دينار. أوكي. خير 250 دينار حق 30 يوم شهر رمضان بس حق الهوم بزنس. وال 250 هذه تحول دايركت حق لجنه خيريه. الله يسعدك. ما خليت منها ولا دينار، يعني احسب مبلغ حلو ترى. نعم. والشركه قالوا ما شركتي قالنا ما لنا شغل فيك، وما سويت ولا دعايه برمضان انا. أوكي. وقفت الشغل. صح. فشركتي اكيد طبعا يقولون يعني ما يصير شيء واحنا ما لنا شغل فيك، تبي نشتغل بروحك. طبعا النيت هم العالم انا اللي قاعد استغبن وقت كنا ايام عيايز قبل يكتبون ورق وقلم تاريخ الفلاني، فالحريم دائما على طول ما راح تدق علي عشان صالون، بتدق علي اكل. صح. فانا اوكي دقيت على واحده واستلمت مبلغ منها، دقيت عليها قلت ترى اليوم دعايتك، كانت تقول اوكي ادزك الميك اب البيت. اوكي. قلت شنو مو حلو؟ كانت تقول لا ميك اب، لا عبد الله عشان خاطري انت اعطيتني كلمه وانا اذا قلت كلمه ما ارد فيها. انا قلت لها الله بالخير اعطيك سنابي وانت صوري فيه. كان افكر فيها والمره ما اعرفها، قلت خوفك باكر الناس تشتري تطط هني ولا ماكو خد ولا اساسي. هذا قصدي يعني شلون منتج انه يكون ممكن يضر العالم. قلت لها الله يعافيك والله اردك فلوس دبل بس لا سمحي لي. اي نعم. تكنسلت والله ما شفت عبودك ما شاء الله عندك عده مواهب ما شاء الله. اول شيء يمكن عفويتك انا اقول هي اللي حببت الناس فيك، انك ما تتصنع. يمكن اتوقع انت انا ما ادري يمكن مو متابعك للسوشيال ميديا بس عبود كان شفته بوزار وتيشيرت وكل ثقه. الله صمد. هذا امس انا شفته امس. يعني مشكله انا عيالي ترى نفس حالتك يعني ظهرت بأثر فيهم. صح. يمكن هذا فهد الموضوع اللي
تحت لون كسولف انا وياك ان عبودكه صوته موجود في بيوت الكويت بالفعل. يعني الامهات ما يعرفونه بس يسمعون صوته بالفعل. يعني انا عيالي يعرفونك ولا صديقك عيالي يعرفونك يعني اكثر مني. طيب شنو قصتك مع الافلام القصيره؟ يعني باكر ممكن نشوف عبودكه احنا ممثل؟ لا انت فهد ما شفتي ولا فيلم؟ لا ترى افلامه انا شفته من خلال لا شفته رايح ما اذكر المكان بروحك يعني انا طالع اسم الله عليك الله يحفظك ليش كذي عاد؟ كانت البدايه يعني واحد لما يسوق ولا هذا ما تصرخين تصرخين تخيلين اشياء انه صار كذي وصار كذي. هذا عبودك طالع الفيلم مالك. اي نعم والله هذا حاطين هذا راح نعرض بالتلفزيون ان شاء الله ان شاء الله. اي فما اتخيل فاحاول ما اترجمها بسالفه نعم واني اقولها اترجمها فيلم بفيلم نعم مع انه يكلف وانت تدري مساعد بس الحمد لله انه وراي مخرج الحمد لله بطل حديده اي والله العظيم الله يحفظك فدايما يساعدني يشور علي نعم والحمد لله اول فيلم سويته طق الاول تقريبا على الشرق الاوسط يمكن اسبوع كامل كان حزتها حرب اليمن. هذا شو اسم الفيلم اللي مساه؟ هذا اسمه طريق الموت. طريق الموت. طريق الموت. شنو كان الهدف او الرساله اللي كنت حابه توصلها؟ كانت في جريمه بشعه يعني انتشرت في السوشيال ميديا. اي نعم. كلكم سامعينها انا ما ودي اذكرها. اي نعم. كانت عن طريق المخدرات. اي نعم. فدشيت البيت انا ولا القى امي يا يما ايش قاعد يصير بالدنيا؟ شوف شو مسوين العالم عشان مخدرات. كان دق على المخرج. قلت حبيبي زهب فيلم رايح راد الحين عشان يقول يلا والله العظيم ولا يجيب لي تصريح وزارة الداخلية وما قصروا وقال لك دورية ولك إسعاف ولك كل اللي تبي. نعم نعم. قلت يلا أنا أحب شوية الشيطانة بالفيلم أحب أدز باص قبل لا يصير الفيلم. أوكي. المقطع اللي شفتوه اللي أنا أتهاوش مع الشرطة ويركبوني. أوكي. وطبعا العالم غسيل أموال وهذا مخدرات وهذا وخلي العالم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سولفوا فيه ما تعالى اللي ما يضف الرسول ما يسولفوا فيني. نعم. فخلي العالم تسولف. نعم. عقب ما نزل الفيلم العالم شو صار فيها؟ طقت بريك. شفت الفيلم سعد؟ اي نعم شفته انا شفته انا شخصيا شفته. قصته احاول ما اخليها حق الصغار حق الكبار يكون فيها حبكه يكون فيها لغز. وهذا يمكن سؤال اللي يجرني يعني اوكي انا ممكن افكر بقصه فيلم بس شلون اكتب القصه؟ شلون اكتب السيناريو؟ شنو يعني فريق العمل؟ انت قلت لي الحين انا ومخرج من الباجين من المصورين اللي معاكم مش شغلتي يعني انا هذا اللي ترى انا سالتك عشان ابي الناس تدري انه ما في احد خليني اقول يعني هم ايه؟ انا والمخرج. نعم. لقى اثنين من ربع بالديوانه زايدين يابهم يلعبون كوت والمخرج عنده هندي. اوكي. هو يعرف حق العدسات. نعم. وكم ايه؟ انا ما اعرف بس اعرف اعطيك ذا الكاميرا بس. اوكي. غيره لا تسالني واعرف توني اعرف اركب هذا مايك. زين من يكتب القصه؟ هو انتاج هو مونتاج هو ينزل هو عنده لك هو كل شيء. انت الفكره ساعات تجي مني ساعات منه. اوكي بينكم شيء حلو حلو. عبودك يعني اتوقع انت الحين اي خطوه تخطيها يمكن تفكر 70 مليون مره قبل ما تخطيها الخطوه. عيالنا قلت قبل شوي ما يسمعون منا يسمعون منك يعني عيال المجتمع مو بس بالكويت انت ما شاء الله حتى برا الكويت هذول كلهم مسؤولين منك ف يعني اي نقول موضوع حاب تطرحه اتوقع ان على طريق فيلم يكون اقرب لهم. نعم. او عن طريق سنابك وتتكلم معاهم الحين انت وين التمس انك اقرب حق متابعينك عن تفاعلهم معك عن طريق الصراحه الاثنين او الاثنين يعني انا الحين سويت فكره اخر فيلم هذا الحين الناس كلها ناطره الحل سويت فكره فيلم عاديه شفت اخر واحد الجريمة. أي نعم. فيها اشخاص وايد ركز بالفيلم عدل راح تعرف من القاتل قلت اي اللي يفوز راح اعطيه جائزه شيء جميل وما راح اقول الجواب كذي اجاوبك بفيلم في تحقيق ولا الفيلم شيء حلو وتبين لك الحل قلت اي ان انت تفكر 70 مره قبل لا تسوي شيء نعم انا افكر صح لكن صدقني ما حد يزهق من السوشيال ميديا الا اللي قاعد يتصنع لانه زهق خلاص ليه متى انا كذي لكن انا الحين زهقان انت عفوا عادي اصدمك الحين اطلع التليفون واصور اوكي صار شيء طبيعي شيء طبيعي عندي هذه يعني هذه حياتي قبل ادش هالمجال وبعد اصدم المجال بس ان هناك مو مصور وهني مصور اي نعم عفوي جدا عفوي الحمد لله يعني انت هذا قصدك ان الفرق بين السوشيال ميديا او سناب شات وبين الافلام هناك ممكن يكون في نوع من التصنع نوع من التمثيل فشوي يمكن تكون مو ازق منه بس انا عندي السناب امتع يعني تحس انه لانك على طبيعتك صح يعني مرات حتى تنسى انه بيدك تليفون
تسولف وتضحك وكذي. اي مجرب الشعور هذا انك ويظل هذا هو اللي يحكمك. نعم. زله من هذا تروح انت خلاص. نعم. حاول كثر ما تقدر. نعم. قشمرتك بين ربعك غير حتى لو عفويه ما يخالف، قشمرتك بين ربعك غير حتى لو انت تسوي شغلات غلط لا تطلعها. بس بس هذه القناعه كانت عندك في البدايه ولا تطورت مع الوقت؟ لا من البدايه عندي القناعه. اي إيه؟ من البدايه. نعم. لكن كان عندي شغلات بسيطه هم حاولت اني اتجنبها. نعم. طيب عبودك، يقوم وراء كل رجل عظيم امراه. تكفى امي لا تشوفها اللقاء. ذات بتشوفها. من اللي تحس يعني يما تعرفين انت شكلك هذه كاميرتك هذه يعني من اللي تحس اللي المراه اللي كانت وراك سواء اختك هي اشوى عبالي زواج زين زوجتك امك اكيد يعني في احد داعم لك المراه الله يطول بعمرها. انا عقب الزنجبيل وعقب الليمون توقعت انها امي اسميها المراه الصنديده انا. الله يخليها لك ان شاء الله. اتوقع اللي متحملتك اكيد ويخلي لكم امهاتكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. يرزقكم برهم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. زين عبود، يعني كلمه اخيره، يعني انت الحين تخيل ان كاميرتنا هي سناب شات. نعم. وحاب تكلم اللي وراها من الشباب الامهات، شنو تبي تقول لهم؟ معنى الكلمه صدق، يعني ابيك تكون جدا سيريس وتتكلم. سيريس وتتكلم صراحه. نعم. بدون كلينكس. هذا ما يصير تسجل له. اوكي. لا زين لا يعني انا ما يخالف. انت لما تشوفني بسناب شات لا تخليني انا كل حياتك. لا تخليني انا كل حياتك. لا تحطني كل شيء هذا سوى هذا سوى انا اسوي نفسه. انا هذه لابسها احبها بس غلط. انت لما تلبسها غلط. حبي لي باللعبه الجديده البوكيمون شفتها؟ ايه ترى صدق مغشمره. نعم. يعني اتفه من التفاهه. شنو تبي انت؟ اللي ما يعرفها تشوف ناس يمشون بالشارع ماسكين تليفون ويمشي بالشارع تطلع له لعبة تطلع له مثل لعبة ويصيدها. في ناس أنا أعرفهم ما أعرفهم بسناب شات عندي يدق سلف يطلع عشان يروح مكان عشان يصيد بوكيمون. مو صغير أنا أكلمك 20-21 سنة. إذا أنت عمرك لاحق هالسوالف لما تكبر شو راح تسوي؟ التعلق بالتعلق قدك بالسوشيال ميديا بالتليفونات يعني التعلق. وفي ناس انت قاعد تتابعها غلط بحياتك تكون موجوده غلط. حتى لو تقول انا ما انا حتى لو تقول ان انا بس كذي اطالعه. نعم. اوكي هو ليش بس كذي؟ ضيف لك شيخ دين وشوف ابرك لك. نعم. وهم ارد اقول لا تتعلق فيني انا فيني. نعم. شغلات وايد غلط. نعم. يحطوني بالصوره. الله يعطيك العافية. شكرا شكرا لك عبودك. مشاهدينا نقول تتنوع الرسائل التوعوية وقد يكون عبودك إحدى هذه الوسائل وإن شاء الله تكون من الوسائل الإيجابية اللي يقتدون فيها شبابنا ونقول يوديهم حق بر الأمان. نطلع فاصل ونعود.